حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة تسنيم العطاطرة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين. أهلا بك دكتورة في نشرة الأخبار. في البداية نتحدث عن برنامج المدن الصحية، أهم المعايير التي يتم على إثرها طبعا اختيار المدينة الصحية. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم فخرا وعطاء وإنجازاتا. إن برنامج المدن الصحية هو أحد المبادرات الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، خاصة في إقليم شرق المتوسط. ويدعو هذا البرنامج إلى تعزيز الصحة في كافة المناطق، وكما يسعى أيضا إلى تلبية احتياجات التنمية المستدامة على كافة الأصعدة. وكانت التنمية المستدامة هي المحرك الرئيسي لكافة الخطط التنموية في مملكة البحرين، وتعتبر مملكة البحرين من الدول التي تسعى نحو التميز والتقدم في مجال المدن الصحية، وهو ما مكنها من أن تتبوأ مكانة مرموقة في هذا المجال وتتفوق في برنامج المدن الصحية. وهذا الأمر ما كان أن يحدث إلا بتضافر جميع الجهود، وخاصة من قبل وزارة الصحة في البحرين والتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات، وخصوصا بقيادة المحافظات المعنية. نعم دكتورة، سؤالي تحديدا يعني نركز على ما هي المعايير التي يتم من خلالها وعلى إثرها اختيار المدينة الصحية. معايير المدن الصحية تحتوي على جميع متطلبات الحياة الكريمة من ناحية الموارد والبنية التحتية، بالإضافة إلى المرافق الصحية والطبيعية كالحدائق وغيرها، هذا إلى جانب المدارس والمباني السكنية الحديثة، مع الحفاظ على الثقافة المحلية والمباني الأثرية التي تمثل طابع مملكة البحرين. المدن الصحية تعمل على تحسين حياة المواطنين والمقيمين في كافة النواحي المادية والاجتماعية، ويتم اعتماد المدن الصحية بناء على تحقيق على الأقل 80% من هذه المعايير المطلوبة. نعم، إذن يعني سبق وأن كان هناك مدن صحية تم اختيارها في مملكة البحرين، على سبيل المثال المنامة، أم الحصم، البستين، ولكن اليوم ما هي المدن المؤهلة في مملكة البحرين لتنضم إلى هذه الكوكبة من المدن الصحية؟ كما ذكرت أختي الكريمة، أم الحصم والبستين والمنامة كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط. نعم. ما ذلك؟ حدث ذلك بسبب الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية تحت ورعاية وبتوجيه من القيادة السامية الرشيدة في مملكة البحرين. فإذا سألتيني ما هي المدن التي أيضا ممكن أن تحصل على هذا على هذه الشهادة، أنا أرى أن كل مدينة في البحرين قادرة أن تحصل على شهادة مدينة صحية. نعم. كل مدينة في البحرين هي مدينة مؤهلة. وهنا اسمحي لي، فقد ذكرتم في المقدمة أيضا أنه أيضا برنامج المدن الصحية توسع في البحرين ليشمل الجامعات الصحية، والجامعات هي المحرك الرئيسي للتطور في أي من المجتمعات. فقد أبدعت المملكة أيضا في هذا البرنامج، وكان هناك أيضا بتضافر الجهود. نعم. مع التعليم والتعليم العالي، فالجامعات الصحية هو برنامج أيضا لا تستطيعين أن تجزئينه أو تفصلينه أيضا من المدينة الصحية، فالجامعة الصحية هي جزء أيضا من المدينة الصحية. إذن الدكتورة تسنيم العطاطرة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.